حنظلة ليس فقط فلسطينيا، حنظلة هو قضية الإنسان. ولما قريت هيدا الشيء اللي حكي ناجي العلي يعني حبيت انه يكون واضح بعملنا، ولهيدا السبب انتقينا نحن مقابلات مع ليس فقط مناضلين فلسطينيين ولكن مناضلين من ثقافات مختلفة، وهيدا دايما فينا نحن ننوع فيه. يعني هالحفل الحفل الجاي منجيب مناضل كوبي، مناضل من الصين الى اخره. فحنظلة هو رمز وصوت لكل المستضعفين والمظلومين. وطبعا الجست ارتست نقينا نحن، كان عندنا ليستا وقدرنا نعزم فرقه اسمها The Sound مع باسانيو كلارك، يلي هي فرقه